Sayın Valimizin de bu konuda emri olursa Türkiye'nin önemli bir şehriyle bir... Hada fâli ziyaretine ile Mosul sana kum bir kıymet istismar ve ticara bil an nastadif kafet al-Irak كافه المحافظات ان شاء الله في شهر ايلول هذا اعضاؤنا من الجمعيه ولاده الموصل ولكن من سنه 91 الى تركيا وزاره الكهرباء وزاره الصناعه والمشاركه مع وزاره الصناعه حقيقة يعني احنا في مدينة مقصة فنادق راقية وعندنا يمكن الآن عندنا أرض أو أراضي نقدر نمنحها لشركات رصينة تستثمر في مجال بناء الفنادق أنه نتناقش في المشاكل التي يعانوها وكذلك المشاكل يعانيها التاجر المصري. مسرورين وإحنا نلتقي بنخبة من رجال الأعمال من الجمهورية التركية أصدقائنا واللي دائما الشركات التركية لها بصمة داخل مدينة الموصل. كان حديث وكان لقانا من خلال غرفة تجارة الموصل. كان عندنا بالصباح مهرجان أقامت غرفة تجارة الموصل مشكورة ومعارض، وعلى أعتاب هذا المعرض والاحتفال التقينا بالسادة والسيدة الوحيدة بيناتهم في المعرض، و اتفقنا أن نلتقي هنا في ديوان المحافظة. احنا نرحب بكل الشركات التركية اللي نتأمل أنه تستمر في مساعدتنا في إعادة الإعمار. اختصاصات لله الحمد متفرقة، يعني من أمور تخص الكهرباء والمحولات الكهربائية إلى أعمال إنشائية إلى مختلف الاختصاصات الاي تي الحاسبات وغيرها، الحديد الألمنيوم. فإحنا يعني شجعناهم أنه يعملون في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. عندنا مجال للاستثمار في مجال السياحة، أيضا عندنا إن شاء الله على الخطط المجمدة، وعندنا أيضا على تنمية الأقاليم راح تكون هناك مشاريع كبيرة تحتاج إلى شركات رصينة. الأخ معاون التخطيط والأخ القائم مقام راح يخلون تحت إيدهم عناوين لهذه الشركات واختصاصاتها، وأيضا راح يساعدنا الأخ رئيس غرفة تجارة الموصل في هذا المجال. عندما نحتاج شركات في تخصص معين أكيد راح نستعين بهم حتى يساعدونا. سعيدين بلقائهم. وقبل ما ألتقي بهم أيضا التقينا بقسم من الأصدقاء الأتراك مشكورين، عندهم تبرع في بناء مستشفى لمديرية صحة نينوى راح يكون قريب من مناطق اليرموك وحي التنك. الأرض تم تخصيصها، وإن شاء الله الأخ القائم مقام والأخ معاون التخطيط راح يتولون الإشراف على توقيع الأمور اللي تحتاج بيننا وبينهم، وقريبا إن شاء الله يكون هناك يعني مستشفى تبرعت به مشكورة أو تبرعوا به مشكورين أيضا رجال الأعمال الأتراك لمساعدة أهل الموصل. تعاون بيننا وبين تركيا كبير. الشركات التركية موجودة معانا في مجال الجسور، موجودة في مجال المجاري، موجودة أيضا كانت في مجال معامل الإسمنت، موجودة في الطرق،
وإن شاء الله أفق التعاون راح تكون أكثر وأكثر مع رجال الأعمال الأتراك. بهذه المناسبة طبعا باسمي وباسم أعضاء وغرفة تجارة الموصل أقدم كل الشكر والتقدير على الأستاذ نجم الجبوري محافظ نينوى على إتاحة الفرصة لنا لمقابلته مع الوفد الزائر من قبل تركيا برئاسة رئيس جمعية التجار والصناعيين الأتراك. وقد تم بحث وتبادل الآراء وطرح كل المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الطرفين التركي والعراقي، والحمد لله والشكر من إحدى هذه المشاكل التي تغلبنا عليها هي أن غرفة تجارة الموصل تمكنت من أن تعمل على تحصيل الفيزا للأتراك بخلال أسبوع أو 10 أيام بواسطة اتحاد الغرف التجارية العراقية ووزارة الداخلية.